شايفة الفرق بيناتكم؟ انتي عم تهيني روشني وعم تهيني زوجة كمان. اما هي شوفي شو عملت، ما رضيت تخليني مد ايدي عليكي. بس الظاهر انه المصاري عمتك على الاخر. سمايرا، انا سفرتك لبرا لتدرسي، بس للاسف انتي رجعتي لهون وحده تانية. يلا لشوف اعتذري منهم هلا، اعتذري يلا. شو؟ وليش لحتى اعتذر انا؟ يعني بدي اعتذر بس لانه ديدي بتكون اما لروشني؟ ولا بتصير مصدومه بس لانهم معايشينك؟ مفكرين انه بس هن اللي بحق لهم يحكوا اي حدا تاني بيخرس. انا بعتذر منك يا امي. كان احسن بكثير لو اخذتهم ورميتهم بالحبس، كان وقتها على القليل عرفوا قيمه اللي هن فيه وقد ايه الحياه صعبه. سمايرا، من طول عمرهم ما بيحسوا بشي وحياتهم سهله. تزوجت واحد فقير واجا عاش معها ببيت اهلها بس لحتى روشني ما تتعذب بنوب، لانها متعوده على حياه الرفاهيه من صغرها. لبقى تطلبي مني اني اعتذر، هالايام راحت وما بقى تفرق معي، فهمتي؟ وما عاد بدي اسمع ولا كلمه. روشني، روشني بنتي، لا تتضايقي من سمايرة وانسي كل شيء قالت لك اياه، انسي امي. روشني، انا ما بعرف شو بدي اعمل، سمايرة وحدة انانية. امي، انا كثير خجلانة بسمايرة وباللي عملته. بتقدروا تعملوا اللي بدكم اياه، انا بستاهل لاني ما عرفت ربي. بتقدروا تعاقبوني. عمتي، اذا بتريدي ما صار شي، لا تخجليني بهالحكي هاد. سمايرة مثل اختي، والاخوات دائما بيتقاتلوا مع بعض، وانا بوعدك هلا اتخانقنا وبكره منتصالح. شكرا كثير يا بنتي. شو عمتي؟ اوعك تاخدي على حكيها لسمايرة، هي بس متضايقة شوي من اللي صار. تعرفي عمتي، لو انه زوجي اللي خسر هيك مبلغ كبير يمكن كنت كمان انفعلت مثلها، يعني شي طبيعي. خلصنا بقى ريشة. شوفي، على فكرة ما بتطلعي حلوة بنوب وانتي زعلانة هيك، وما في غير الضحكة يلي تعودنا عليها بتلبق لوشك، صح روشني؟ مزبوط. يلا لشوف اضحكي شوي. عادي عادي روشني، كنت دايما اتبهدل من اللي اكبر مني. شو يعني اذا بنت صغيره بهدلتني؟ عمتي، ما عم افهم كيف صار هيك. قد ايه صرنا بنشتغل سوا، بحياته ما صار معنا هيك شيء، شو اللي تغير هلا يعني؟ ايه، الشرطة عرفت شي لهلا؟ لا لسه، هدول نصابين ومحترفين كمان، وكانوا عم يمثلوا بطريقة خبيثة لدرجة انه الكل صدقهم. يعني الشغلة مانا سهلة ابدا، وخصوصي انه ما في دليل ضدهم. شوفي، شايف هذا الرجال؟ هاد واحد من هدول النصابين اللي اجوا لعنا على الشركة. صح، وهذا انا كمان شفته، صار يسألني اسئلة سخيفة وقتها. بس شو عم يعمل؟ تعال معي، خلينا نسمع شو عم بيقول. انا جاي احضر لي المصاري، عم تفهم علي ولا لا؟ الشرطة عم تدور علينا بسببك، وهي المدام ديدي مانا سهلة وانت شفت بعينك. ايوه ايه ماشي، 10 دقايق وبكون عندك.
هلأ الدليل صار موجود وبسهولة صار فينا نقدمه للشرطة ونفضح النصابين هدول. لهلأ ما عم بقدر أفهم مين ممكن يكون ورا هاي القصة. راجفير ابني، أنا عن جد آسفة، لو بعرف إنه القصة هيك ما كنت خليتك تدفع المبلغ. ماما اسمعي، إذا بتريدي لا تخجليني وتضلك تعتذري وتعيدي هاد الحكي. بعدين يعني إذا ما ساعدت أهلي لشو المصاري من الأصل؟ هلأ أهم شي نعرف مين ورا هاد الموضوع. هذا كله من ذوقك ابني، بس أنا ما رح أقدر ارتاح لحتى أعرف مين هالنصابين ورجع لك كل شي دفعته مشاني. مو مشكلة ماما. هاي القائمة قائمة بالشركات يلي خسروا هالسنة أو ما حققوا أرباح بسبب المنافسة القوية. اللي عمل هيك رح يلاقيها بحاله أكيد. بابلو، أنت شو اللي جابك؟ جيت لتشمت فيني ما؟ لو سمحت روح بابلو لأنه الوقت مو مناسب بنوم. مرت أخي، هذا واحد من هدول النصابين اللي إجوا لهون. كيف عرفتوا؟ بصراحة ديدي، بابلو إجا لهون وقت عرف بالمداهمة. هذا الرجال ما بيهمني، المحل يلي واقف فيه هو بس اللي بيهمني. شركة ميهتة بهذا الشارع، ميهتة. هلأ فهمت كل شيء، كل شيء أخيرا صار واضح. روح افتح الباب. حاضر. مرحبا استاذ مهتا. ديدي شو هالمفاجأة؟ طمنيني عني. منيحة وعالي العال. كونه انت صديقي وشريكي بالشغل مو هيك، حبيت اجي وخبرك شخصيا انه نهايتك صارت قريبة كتير. ممكن؟ رح تندمي على اللي عملتيه. اللي مثلك لازم يرمي بمية النار. بس لو انك مو مرة كنت ورجيتك شو قيمتك. صح انه انا بحترمك، بس هالشي ما بيعني انه رح اسكت لك، عم تفهميني؟ بالله جد انت بتحترمني؟ لهيك بعتت لعندي شوية حرامية على اساس من مصلحة الضرائب. مصلحة شو؟ شو هذا اللي عم تقولي انت؟ شو يعني جنيتي؟ بظن انه انت اللي جنيت. لو مانك مجنون ما كنت فكرت تعلق مع وحدة مثلي، صدقني رح خليك تندم. رح يكون وضعك سيء كتير استاذ مهتا، بس الحق علي، ما كان لازم اوثق فيك. بعد اللي عمله كريش كان لازم اتذكر انه هذا ابنك ودمك الوسخ، دمك يلي ماشي بعروقه، يعني ما في فرق بيناتكم. انت نسياني انك عم تهدديني وانت لحالك ببيتي؟ نسيتي انك مرة وما معك سلاح حتى؟ هذا الكف بس لحتى تتذكر انه بحياتك لا تفكر كل مره بتكون ضعيفه اذا كانت لحالها وما معها سلاح. انت بتحبي تتقاتلي مع الرجال مو بس بالشغل بتنافسي هون، بس انا ما رح خليكي توصلي لفوق ابدا. اذا شايفتيني ساكت لا تفكري انه ما رح رد لك اياها بألف كف كمان. انا بعرف كثير منيح شو اللي لازم اعمله لحتى تتربي، ورح ورجيكي مين بيكون ميهتا يا مدام ديدي.